بسبب دنيا بطمة فنانة شهيرة تتعرض للسب. تعرضت الفنانة المغربية شيماء عبد العزيز لهجوم لاذع من طرف بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالإنستغرام عقب حديثها في منشور عن الفنانة دنيا بطمة. وأعلنت شيماء عبد العزيز عبر خاصية أسطوري بموقع الإنستغرام أن تعرضها للسب والشتم بعدما تمنت حصول دنيا بطمة على العفو الملكي تزامنا مع عيد الأضحى. وهددت شيماء عبد العزيز كل من وجه لها كلاما قاسيا قائلة: حرية التعبير أنا معاها، ولكن سبان المعيار لا، والله اللي سبني ودخل عليا ولا قريت شي حاجة، والله تنزل مستواها، شدوا تيقركم عباد الله. وتفاعلت شيماء عبد العزيز مع الأخبار المتداولة بشأن إمكانية حصول الفنانة دنيا بطمة على العفو الملكي، مؤكدة أنها تتمنى خروجها من السجن وعودتها لابنتها وأسرتها. نورا فتحي تدمج بين الثقافتين الهندية والمغربية في كليب نورا. أصدرت الفنانة المغربية الاستعراضية يوم الخميس جديدها الفني عبر قناتها الرسمية بموقع رفا الفيديوهات العالمي يوتيوب تحت عنوان نورا. وأثار كليب نورا تفاعلا إيجابيا من طرف محبيها ومتابعيها فور إصداره عبر قناتها باليوتيوب، لا سيما وأنها أبرزت الثقافة المغربية من خلال استعانتها بالشيخات والقناوة. وحاولت نورا فتحي الجمع بين الثقافتين الهندية والمغربية في كليب نورا، وظهرت بإطلالة مغربية مختلفة بالإضافة إلى اعتمادها على الأزياء الهندية. يشار إلى أن كليب نورا تم تصويره في إحدى المناطق الجبلية بالمغرب تحت إشراف المخرج المغربي عبد الرافيع العبديوي. عرض أضاحي العيد يفوق الطلب والحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة. أكدت الحكومة يوم الخميس أن العرض يفوق الطلب فيما يخص أضاحي العيد، وقدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي عرضا بالمجلس الحكومي حول برنامج التحضير لعيد الأضحى، كشف فيه أن عملية ترقيم الأغنام والماعز تعرف تطورا مضطردا. مصطفى بيطاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، وخلال ندوة صحفية يوم الخميس نقل عن وزير الفلاحة أن الجانب الصحي للقطيع الوطني جيد بفعل التتبع والمراقبة الصحية وحماية القطيع من الأمراض المعدية، وأوضح أنه تم إجراء 1486 عملية مراقبة للآلاف والأدوات البيطرية المستعملة إلى غاية 31 من مايو. وليد الرقراقي يجد صعوبة في اختيار المهاجمين بعد تألق يوسف أنصيري والكعبي وزياش ورحيمي. أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم وليد الرقراقي أن ما يهم في مباراة الغد أمام زامبيا هو استغلال الفرص لتسجيل الأهداف، مشيرا إلى أنه في المباراة الأخيرة التي أجرتها عناصر المنتخب تم تسجيل هدف واحد فقط، وذلك راجع لإدراج العديد من الوجوه الجديدة كإبراهيم دياز وآخرين، وأمر طبيعي أن يكون هناك نقص في الأهداف وهذا ليس عذرا، لكن أعتقد أن هذا الأمر سينتهي بفضل الانسجام الحاصل اليوم بين المجموعة.
وأضاف وليد الرجراجي في الندوة الصحفية التي عقدها مساء اليوم قبل مواجهة منتخب زامبيا غدا الجمعة بملعب أكادير أن في مباراة كأس إفريقيا كنا نسجل الأهداف تلو الأخرى في جميع المباريات، وهذا راجع لعامل الانسجام وهو ما سنحققه في مباراة الغد أمام زامبيا. وأكد الناخب الوطني أنه يثق في اللاعبين وقدراتهم الفنية والبدنية لاقتناص الفرص لتسجيل الأهداف. الرجراجي قال أنه سيجد صعوبة في اختيار المهاجمين في تشكيلة يوم غد بين أيوب الكعبي وسفيان رحيم ويوسف السيري وحكيم زياش وإلياس بن صغير بعد تألقهم مع أنديتهم. وعاد الرجراجي ليؤكد أنه سيعمل على إشراك جميع هؤلاء اللاعبين إن أمكن وتحقيق نتيجة إيجابية. الناخب الوطني قال أنه سيقرر الليلة في من سيبدأ المباراة ومن ينهيها، وهي الخطة التي سدى إليها لمنح الفرصة لجميع اللاعبين الذين تألقوا مؤخرا في الملاعب الأوروبية. ارتفاع وفيات حريق قيصرية الدباغ بفاس إلى 4 قتلى وعشرات الجرحى و3 في حالة خطيرة. أفادت السلطات المحلية بعمالة فاس أن 4 أشخاص لقوا مزرعهم فيما أصيب 26 آخرون إثر حريق اندلع مساء يوم الأربعاء في قيصرية الدباغ الكائنة بمنطقة بابتوح بالمدينة القديمة بفاس. وأوضحت السلطات المحلية أنه تم نقل المصابين الذين تعرض 10 منهم لحروق من مختلف الدرجات من ضمنهم 3 حالات بليغة، فيما يعاني 16 آخرون من حالات اختناق طفيفة، صوب كل من المستشفى الجهوي والمركز الاستشفائي الجامعي بفاس لتلقي الإسعافات والخضوع للعلاجات الضرورية. وأضاف ذات المصدر أنه حسب المعطيات الأولية فإن أسباب هذا الحريق الذي خلف أيضا خسائر مادية مهمة لاحقت ما يناهز 25 محلا يرجح أن تكون ناجمة عن تماس كهربائي ناشئ عن أشغال إصلاح داخلية تمت مباشرتها بأحد المحلات التجارية الكائنة بالقيصرية. وكانت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية قد تدخلت فور إشعارها بالحادث لمباشرة عمليات الإنقاذ وإخماد النيران، حيث سخرت لأجل ذلك كافة الموارد والإمكانات المتوفرة. هذا وقد جرى فتح بحث قضائي من طرف السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن ظروف وأسباب هذا الحادث وترتيب المسؤوليات.